طيب الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم ورسائلكم القصيرة حول آخر المستجدات على الساحة العراقية عبر الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. وفي البداية نوجه عناية السادة المشاهدين الكرام إلى أن التردد الجديد لقناة الرافدين الفضائية هو 10727 على مدار القمر نايل سات، لذا يرجى من متابعينا ضبط أجهزة الاستقبال على التردد الجديد. قلنا نتحدث في بداية الحلقة حول قانون الجرائم المعلوماتية اللي يواجه رفض من قبل الشارع العراقي، حيث يواجه مشروع قانون جرائم المعلوماتية الذي يعتزم مجلس النواب تمريره قريبا يواجه رفضا واسعا من الأوساط الصحفية والثقافية والشعبية لما يمثله من وسيلة جديدة بيد السلطة لمصادرة الحريات وتكميم الأفواه. المزيد حول هذا القانون في التقرير التالي. مخاوف متزايدة ورفض واسع في العراق لمشروع قانون جرائم المعلوماتية المطروح للتصويت على قبة البرلمان الحالي لما يحتويه من فقرات مفخخة تنطوي على إجراءات تسلب حرية الرأي والتعبير وتمنح السلطة صلاحيات واسعة لإصدار عقوبات تكمم الأفواه. وخلال الجلسة الأخيرة التي عقدها البرلمان الأسبوع الماضي أجلت القراءة الثانية للقانون بسبب خلاف سياسي، وستجرى له قراءة ثانية الأسبوع المقبل قبل أن يعرض للتصويت. ناشطون وإعلاميون وأكاديميون أطلقوا وسما على مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان قانون كاتم التعبير، مؤكدين أن القانون وسيلة للحد من حرية التعبير والسيطرة على الرأي العام لصالح الأحزاب الحاكمة، إذ يتضمن فقرات تمنع استخدام الأسماء المستعارة وغير ذلك من المحددات التي تتعلق بنشر الأخبار على وسائل التواصل الاجتماعي. كما يمنح القانون الأجهزة الأمنية صلاحية التنصت دون أمر قضائي، ويعطي السلطات الحق في إجبار الصحفيين على الإفصاح عن كافة المعلومات. المرصد العراقي للحريات الصحفية عبر عن قلقه من تداعيات القانون في ظل ظروف سياسية واجتماعية مضطربة يعيشها العراق، مشيرا إلى أن بنود القانون تضع نصف الشعب في السجن كونه يخلط الأوراق ويجعل الكثير من الكتاب والصحفيين والمدونين في مواجهة القضاء في حال تفسير المحتوى الذي ينشر بطريقة تلائم مزاجا سياسيا معينا، مع فرض غرامات وعقوبات تصل إلى السجن لمدد مختلفة، مشيرا إلى أن القانون خرج من معاقبة الذين يرتكبون الجرائم المتعلقة بالابتزاز الإلكتروني والتهديد والمساومات إلى مساحة خطيرة تتعلق بحرية المواطن والصحفي والكاتب. وتؤكد مصادر سياسية أن هناك اتفاقا موقعا بين الكتل الكبيرة لتمرير قانون جرائم المعلوماتية خلال العام الحالي بسبب حملات التسقيط التي تتعرض لها الأحزاب والشخصيات السياسية وكشف عمليات الفساد والقمع وغيرها من الفضائح، لا سيما في ظل الدور الذي لعبته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل في تحشيد الشارع العراقي ضد السلطة الفاسدة خلال تظاهرات ثورة تشرين. نعم، طبعا لجنة الإعلام والاتصالات النيابية اعتبرت قانون جرائم المعلوماتية الذي سيصوت عليه البرلمان استنساخا لقوانين مكافحة الإرهاب. عضوة اللجنة ريزان شيخ دلير قالت بأن قانون جرائم المعلوماتية المطروح في الوقت الحالي هو استنساخ للعقوبات الموجودة في قوانين مكافحة الإرهاب ومكافحة الإتجار بالبشر ومكافحة المخدرات وغيرها من القوانين النافذة. أضافت بأن على الحكومة الاهتمام بالمشاكل التي يعاني منها الشعب كنقص الخدمات والانهيار الاقتصادي، بدلا من تشريع قوانين يمكن أن تقيد حرية المواطنين وتزيد من معاناتهم بالغرامات والاعتقالات والسجن المؤبد. الميثاق الوطني العراقي قال بأن قانون الجرائم الإلكترونية يعد تقييدا للحريات وإرهابا حكوميا، وأوضحت اللجنة بأن أحزاب السلطة في العملية السياسية الفاشلة كما سمتها تسعى إلى إقرار قانون الجرائم الإلكترونية بهدف سلب ما تبقى من إرادة الشعب من خلال جعل حرية التعبير عن الرأي جريمة يحاسب عليها القانون، مبينة بأن فقرات هذا القانون السيء كتبت على مقاسات الأحزاب والشخصيات الحكومية الفاسدة
والمتنفذة الساعية إلى منع تداول الإعلام جرائم الأحزاب التي ترتكب ضد الشعب العراقي. أكدت اللجنة بأن القانون هو استهداف مباشر لمواقع التواصل الاجتماعي التي تعد منبرا لحرية التعبير عن الرأي، وتمرير هذا القانون سيجعل قمع الحريات في ضمن إطار قانوني يهدف إلى حماية النظام السياسي والفاسدين من أي صوت معارض. طبعا النائب عن التيار الصدري تحالف سائرون في البرلمان ماجدة التميمي أشادت بمشروع قانون الجرائم الإلكترونية، واعتبرت بأن هذا القانون بدوره يعيد من هيبة الدولة كما قالت. خلونا نشوف ماجدة التميمي النائبة في البرلمان. هذا القانون يرجع هيبة الدولة، وأيضا هناك موازنة بين الحفاظ على هيبة الدولة وحريات الأفراد والمحافظة على الخصوصية. احنا مو ضد الآراء، لا أبدا، بالعكس، كل دول العالم عندها قوانين تحافظ على هيبة الدولة وتحفظ انه الفرد ممكن أن يقدم رأيه، لكن يقدم رأيه بشكل محترم وبوثائق. لا يجوز كيل الاتهامات دون وثائق للآخرين. وهنا أتساءل، للذين يدافعون عن الصفحات الوهمية، اللي ينشئ صفحة وهمية شنو نيته؟ لماذا يكون شبحاً؟ لماذا يختار أن يكون شبحاً؟ إذا كان هو يقدم رأيه محترم وبالوثائق، إذن النية مبيتة. حينما ينشئ صفحات وهمية ويدافعون عنها بقوة، إذن هناك نية مبيتة لإسقاط هيبة الدولة واختراق خصوصية الأفراد، وهذا لا يجوز. يعني هيبة الدولة وقفت على واحد سوى أكاونت على الفيس ولا على تويتر وينتقد فساد الأحزاب السياسية اللي موجودة بالعراق من عام 2003 ولغاية الآن، هيبة الدولة راح ترجع بسن هذا القانون اللي حارب الناشطين والصحفيين اللي يعبرون عن رأيهم في تويتر ولا فيسبوك؟ هيبة الدولة اللي غرقت بغداد قبل يومين ما قلتوا وين صارت؟ رواتب ماكو ما قلتوا هيبة الدولة؟ السيادة مفتوحة لكل من هب ودب ما قلتوا هيبة الدولة؟ الفقر، البطالة، الخريجين، أصحاب الشهادات العليا، دكتوراه وماجستير ما عندهم وظائف، وين هيبة الدولة؟ المنافذ الحدودية اللي مسيطر عليها الأحزاب، وين هيبة الدولة؟ الاغتيالات اللي موجودة في بغداد والمحافظات والناشطين اللي تم اعتقالهم، وين هيبة الدولة من هذا الحكي؟ يعني وقفت هيبة الدولة. زين أنت يا نائبة المحترمة على عيننا وعلى راسنا ماجدة التميمي، اكو شخص اسمه صالح العراقي موجود على تويتر تابع للتيار الصدري، هذا الشخص غير معروف من السنون هذا القانون، تقدرون توقفون الحساب مالته؟ مثلا الشخص له الحرية، له الحرية انه يسمي نفسه اللي يريد يسميه. اكو ناس ما يريد يطلع بهويته، يخاف على نفسه، يقول لك أنا مثلا بالعراق ما أقدر أعبر عن رأيي كاملة بسبب الوضع اللي موجود بالعراق. نعم، اللي يبتز الناس واللي يسجل بنات الناس هذا وظيفة الدولة، وظيفة الدولة تجيبه من بيته، هذا وظيفة الدولة. أكو شرطة إلكترونية تتابع هذا الأمر. أما إنه والله تعال إنت البرلمان قراءة أولى وقراءة ثانية وتعالوا يابا خلونا نصوت على القانون جرائم المعلوماتية حتى نرجع هيبة الدولة، راكضين ورا الشباب والناشطين، زين انتوا ايش خليتوا للنظم الدكتاتورية؟ ايش خليتوا؟ ما خليتوا شيء. اذا انتوا يعني هذا دليل على انه الأحزاب السياسية وان كانت لا تعي هذا الشيء، لكن ربما ممكن واحد يقول هذا الشيء، وصلت الى حالة بعد ثورة تشرين بانها أصبحت تتخوف من تغريدة وتتخوف من تعليق، فتريد تحارب بأي وسيلة كانت تحارب الناشطين العراقيين العاديين على منصات التواصل الاجتماعي. أنت إذا ما تخلي متنفس للناس
يعني هذه الدول تجعل متنفس للشعب، حتى في 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 بلدان مرات تشوف مثلا فيلم انت تستغرب بانه يتكلم عن السلطه في دوله عربيه كانت او في اي دوله اخرى، يتكلم عن السلطه، هذا متنفس. طبعا هذه الدول اللي تفتهم، مو جماعتنا اللي بالعراق يريدون كل شيء يسدوا زين بالوثائق. زين انتم هيئه النزاهه مثلا او القضاء بالعراق، شنو ملفات الفساد اللي القى القبض عليها ورجع فلوس الدوله خزينه الدوله العراقيه من هؤلاء الفاسدين؟ 90-95% من اللي شاركوا بالعملية السياسية عليهم ملفات فساد، كل واحد عليه عشرات الملفات وموثقة وعدكم، ليش ما تطلعوها وتحاسبوهم وترجعون هيبة الدولة؟ والله يا عجيب. معنا رقية من بغداد، تفضلي رقية. تفضلي أختي. شلونك أستاذ؟ أهلاً وسهلاً بيك. أستاذ إحنا اليوم أنا جاي أحكي وياك على السجون. تفضلي. على المساجين جاي أحكي وياك. أنا سجين، والدتي لأن والدتي تمرضت يعني ما أنا ما أريد أحكي، بدون عينك صاحت آخر لحظات، صاحت أريد بس أسمع صوت ابني، ما أريد أشوفه، أنا أريد أسمع صوته. زين شنو ذنبها والدتي؟ توفت هي لا سامع صوته. شنو ذنبها؟ صارت إلي والدته ما سامع صوته. ليش؟ ليش بدون عينك؟ ليش؟ هاي البيت كلها مطبقة عفو، شنو سبب ما يعطون العفو؟ ليش المباريس كلها هسه انت تضمنها استاذ؟ يعني ماكو واحد مريض بيهم؟ تضمنها ماكو واحد متعدد بيهم؟ زين الميزانية صارغة، منين هم جاي يعطونهم علاجهم؟ بدون عينك استاذ، زين هم طب كتاب قبل فترة يبدون مبالغ يلا يطلعون السجون. زين احنا مننا احنا الناس اللي احنا عندنا سبتوت نتغدى نتعشى، وخسرنا والدتي السبب اخوي. انا ما اقول لك ما خسرنا، خسرنا السبب اخوي. زين رادت بس تسمع صوت ابنها، شنو ذنبها؟ نعم اختي رقيه، اختي رقيه قبل كورونا كنتوا تقدرون تزورونا لو لا؟ هاي سنه احنا لا سامعين صوتك، نعم. عينك ليش عايزينهم؟ هم بيهم وش بيهم ما بيهم؟ نعم. زين ليش؟ شنو قضيته؟ شنو قضيته؟ وش قد محكوم؟ قضيته استاذ هو عنده تنازل. راحوا حضروا الطرفين يم القاضي تنازل. زين ليش حكومه 30 سنه؟ ليش؟ وهو حدث طفل. ليش حكومه 30 سنه؟ نعم. ايش قد عمره؟ ايش قد عمره؟ حكومه 30 سنه. عمره ايش قد ايش قد بس على كيفك حتى افتهم. 13 سنة. شنو ارتكب جناية؟ قتل؟ قتل شلون عين؟ قتل لو شنو؟ لا عينه ما عنده قتل، لا عنده مساومة، لا عنده دم، لا عنده كل شيء. شنو التهمة مالته؟ كل شيء التهمة مالته هو قالب نزل. تمام. طلع من الدوام مالته الساعة 5 العصر، لقى طفل يبكي بالشارع. تمام. شال الطفل سلمه للسيطرة. نعم. طبعاً. نعم. وروحنا لها وخطفني. زين هو اللي يخطف غير يساوم بالخطف مالته أستاذ؟ شلون يرجع بيده للشرطة؟ رأسة مصافحة الإجرام سجلتها 4 أرهاب. طيب على ابن الطفل قلنا له تعالوا تنازلوا، قالوا الولد بريئين بيتنازل علي. حضروا يم القاضي تنازلوا. زين القاضي انت ليش حكمت 30 سنة وهو عنده ضمير بالدمار؟ يعني مو بعقله. ليش استاذ؟ تكروا جسمهم شو بتسووا؟ نهبوا الدولة مثل ما الحكومة جايتها، احنا شفنا كاظم وننطلع وشفنا والله قلنا به هذا بخير الكاظم، راح يقطع عفو، راح يدير السجون، راح يقطي. هاي الأمهات الجاية 1000 وحدة تموت من يوم. ليش استاذ؟ في دول عينك، ليش الدول كلها قطت عفو؟ الدول كلها. زين هسه أنا عندي عندها طفلة 5 سنوات إلى حد الآن على أمها. زين ما يمكن تكسر قلوبهم هنا؟ ما يعني أخوك أختي رقية على حشيش. أبدا أسألك سؤال. نعم تفضلي. زين أبدا أسألك سؤال. نعم. زين حتى السجين يضرب أمه توصل. زين إذا يضرب أمه اليوم، إذا يضرب أمه توصل، زين شو يصير به؟ رحمة لهلك شو يصير به وأنا هنا؟ شو يصير به هذا حتى شو يصير به؟ ليش ناس أخي على الأقل نسمع صوتهم؟ أنتم خاصكم كل 3 أشهر نشوفهم يعني مواجهين. ما نجي لكم الريد يوميا، لا بس نجي 3 أشهر واحد يواجههم.
تدور عينك، احنا نتابع قناتكم من ذاك اليوم لحد هذا اليوم. نعم. وريني عفو بس عفو، هي ناس خوف المظلوم طلعوا والعدة تنازل طلعوا، ما عنده دم طلعوا الا المخلينه والميزانيه فارغه. ليش ما طالعين؟ ليش هذا الشتاء ما ندري بيهم جوعانين عريانين؟ ليش؟ ليش ندري بيهم احنا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. زين أختي رقية، أختي رقية ما سويتوا استئناف بالقضية؟ أستاذنا كل شيء سوينا. نعم. وحق هذا الخصمي كل شيء سوينا. إحنا دفنا للمحامي وطيناه لحد الآن المحامي كل شيء ما سوينا. زين شنو دفنا؟ أنا قلت لك قاعدين بالإيجار والخصم بالإيجار. زين سكتوا تعبنا نتغدى ما نتعشى. زين منين نجيب لك حقوقك؟ تدول عينك. نعم. احنا نطالب بالعفو، تدول قلبك توصل اعتقادنا للظلم. نعم. تدول عينك يا استاذ، تدول قلبك. الله يسلمك اختي رقيه. اخوش مواليد 2000 على كلامك لو 99. شلون انت؟ اخوش مواليد 2000 لو 99. لا لا مو 98 مواليد استاذنا. ايش قد؟ 97 مواليد استاذ. 97. القضيه ايش وقت صارت؟ بال 2010؟ لا صارت في 2013. نعم 2013. زين استاذ تدور عينك، ليش ما يعطون عفو؟ تجاوبني. والله الجواب 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 عند الحكومه. ناس ما هامها الشعب، ما هامها الابرياء. نعم. زين ليش تدور عينك؟ هم هسه يظنون ان الحكومه ماكو واحد صاير بشيء؟ يظنون؟ لا واحدهم ما متشايف مراسمون؟ زين خسرنا احنا، خسرنا والدتي، ابن ولد واحد عمره 13 سنه، زين انت تقبلها يطلع بالشوارع يدور حتى يجي يوكل اخواته؟ لو يا اخو الحكومه هي تباريهم وهي الحكومه هي طبيعتهم، حقهم خليتهم يعيشون، احنا زين احنا نحتاج هذا الشيء؟ الله يعينكم والله يفرج، الله يفرج عن كل بريء، ويعني يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عن الأبرياء. يعني صراحة ما ناشد الحكومة صار لها 2000 من 2003 ولغاية الآن، يعني صراحة ما أدري إيش أقول لك، بس يا ريت يا ريت أحد بيهم يسمع. إذا هم صدق يريدون يبنون دولة، يعني نقول يعني على الأقل على الأقل إنه يصفون هذا الملف، ملف الأبرياء. يا ناس الناس اللي تحكي ملف الأبرياء وليس المجرمين وليس الإرهابيين، ملف الأبرياء في السجون. وإحنا البارحة كانت الحلقة كلها عن هذا الموضوع. رقية من بغداد، قصة أخرى من قصص العراق المؤلمة. أبو زينب من النجف، تفضل أبو زينب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أبو زينب، جماعة يقول لك هيبة الدولة بقانون جرائم المعلوماتية، ترجع إن شاء الله. نعم. أولا هو ما عندنا دولة حتى نعم. يكون لها هيبة. ثانيا إذا الدولة تدور الهيبة برأس المواطن البسيط ختروح بها حاف، خطلع الجيش التركي اللي محتل نص دهوك، والقوات الإيرانية اللي كل بين فترة أخرى تقصف سليمانية وتقصف أربيل، والأكراد يسرقون النفط، مو النفط اللي ما يسمى بإقليم كردستان وإنما نفط كركوك يا أستاذ من 2003 ولحد الآن، ويبيعوا لتركيا بالبرميل ب9 دولارات، وقسم منه يدزوا إلى ميناءات في إسرائيل. وين هيبة الدولة والأكراد تريد تأخذ سهل نينوى كله، وتريد تأخذ كركوك، وتريد تأخذ السعدية وخانقين ونفط خانة في ديالة، والآن آخر شيء اليوم يريدون يأخذون ناحية أو قبائل رباطية في الكوت، يعني وين ماكو منطقة نفطية من استنقة،
وجوههم مدلغمه، فلوس ما يبطون، واردات النفط ما يبطون، والحكومه الاتحاديه تودي لهم. انت شايف كل دول العالم رئيس وزراء مال البلد دي كامله، هو بيده يروح يودي الفلوس الى رئيس اقليم، وذاك اصلا ما معتبره ولا محترمه. اتفاقيه الصين يردون يلغوها او لغوها وراح يحولوها لكردستان. الاتفاق مع السعوديه بالاستثمار لغوه. والله شنو راح ياخذون المياه الجوفيه العراقيه؟ شنو هالبدع هذه؟ زين انتم قدرتكم بس على المواطن ان يعبر عن رايه، اطمعوا. زين هذا المواطن يعني اخر متنفس له هو التعبير بهذا الشيء الحضاري اللي اجانا. اكو من يستغل يعني الاشياء باسم وهمي او كذا، لاشياء ابتزاز، لاشياء مثلا التحرش. نعم. هذا ممكن اقيم عليه الحد وادخله السجن وادخله معتقلات حسب القانون. نعم بالضبط. بس مو يقول رايه بالحكومه وتقولون عودنا الناس انه حريه وديمقراطيه وماكو قمع، وان يقولون رايهم بكل صراحه. يا حبيبي الشعب رافضكم من الشمال الى الجنوب، وهسه هم احنا احكي وياك لحد الان صار لنا 64 يوم لحد الان مقابضين راتب. نعم. يعني رئيس الوزراء يصرح شكل، ووزير الماليه ومحافظ البنك المركزي ومدير عام مصروف الرافدين يصرح بكيفه. هذا غير رئيس وزراء وغير هيئه الدوله اللي هو وزير او مدير عام مصرف يرفض راي رئيس حكومه. فأين الدولة وأين الهيبة وأين التي يبحثون عنها؟ نعم. زين بلدك كل ساعة جايتها دولة من الدول تحرك وتهزز بيه يوميا طرقها عوالي العراق اللي كان هاز العالم. نعم. الآن الكويت إذا تقتحمنا الله كيف تحتلنا؟ جيش ما عدنا، جيش ما عدنا، بمعنى الجيش ذاك الجيش العرمرم كان. زين الأموال تسرق وتنهب بتصريحات دول الاقتصاديين والماليين. نعم. فقط الأموال المنهوبة اللي قدروا يحصوها خارج العراق 870 مليار دولار فقط، أموال الدولة داخل العراق 600 مليار دولار. هذا يوحد تريليون و380 أو 370 مليار دولار، يعني أغنى من كل دول المنطقة بما فيها دول الخليج. ويقول لك رواتب ما عندنا، وإذا نحول ب 2021 رواتب الموظفين نشيل كل المخصصات ونخليهم بعد بس على الراتب الاسمي. نعم. زين هذا هو الراتب الكلي، وما قادر ما قادر يجيب الراس عند الراس بين ايجار ومصرف وغيره. التجيب الله يعين على الراتب الاسمي شلون؟ أنا اشكرك ابو زينب من النجف كان معنا. ابو طه من بغداد، تفضل ابو طه. الو السلام عليكم استاذ عمر. السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا بك. تحية خاطر ولا قناة الرافدين. حياك الله، يا هلا بيك، أهلا وسهلا بك أستاذ عمر. أما هاي الحكومة من يتكلمون على هيبة الدولة. نعم. وينها؟ وينها؟ من إيران قاعد ألعب بالعراق، من شمال الجنوب، وين هيبة الدولة؟ الموظف هيستلم راتب، وين هيبة الدولة؟ يعني إذا يطلع مواطن يعبر عن الوضع اللي هو بيه، هذا راح يتحاسب، لأن هم يخافون من كلام المواطن. زين هم لو رجال خلده يوفرون للمواطن عيشة كريمة حتى يحيش عليهم ويصير هيبة للدولة. زين أنا بس أريد أسأل سؤال أستاذ عمر. نعم. أيام النظام السابق كان اكو مطر اليوم؟ هل كان اكو مطر؟ اكو مطر. كان اكو مطر. نعم. ليش هتغرق بغداد؟ ليش بغداد ما هتغرق؟ ليش حطت لها اربع ساعات بغداد كلها غرقت؟ زين وكهرباء ماكو، مي ماكو، يعني احنا بالشتاء ماكو مي. يا هيبة الدول يحكون عليها، خلي يستحون على نفسهم شويه زين ويراجعون نفسهم، بعدين يحكون على هيبة الدولة. هيبة الدولة من تكون دولة لها مركزيتها ولها شخصيتها. نعم. بين العالم وبين الدول صرنا حجاكة وحج السامعين مضحكة كل الدول. أبو إيران ياخذ بينا وريج، أبو تركيا ياخذ بينا وريج،
الأحزاب الفصائل المسلحة زين. أول كان صار العراقي شيء ويحكون على هيبة الدولة وعلى التنصت وعلى كذا وعلى هذا اللي رأيه خلي يستحون شوية ما هم ما يعرفون يدبرون أمورهم ما يعرفون يديرون حكومة زين. حكومة فاشلة من 2013 لحد الآن كهرباء ما عندنا ما إلا بالماطور يعني. ويجوك يقول لك النظام البائد سووا بينا هيجي لا عم النظام البائد ما سووا هيجي بينا زين ما سووا هيجي النظام البائد ذولا رجعونا 50 سنة اللي وراء مي ماكو كهرباء ماكو تعليم ماكو صحة ماكو يعني احنا اقوى جيش بالشرق الاوسط احنا كنا هسه العراق هذي جيش معتمد على الحصائب والكتائب والفصائل المسلحة خارج عن القانون لا. يا حكت هذا ازاي يصير بالعراق ازاي يسوون شنو خطتهم عشان اقول لك خطتهم جايين دولة لتدمير العراق نعم زين بيدمرون العراق بتوصية من امريكا ومن ايران هم يجوا على الدبابات الامريكية وهسه ما يريدون الامريكان هم لو مو الامريكان من يعرفهم الذولة من كان يقلبهم بالدول كانوا يشغلون حماميل وهذا بيحسبه وهذا بيمحابس وهذا يصلح موبايلات جوانا هسه صاروا سياسيين والله عيب عليهم دي يشوفون الشعب كله ما يريدهم الثاني دا واحد ما يريدني ما طبوا البيت لو على اعدامي زين فالذولة ما عندهم يعني اي نوع من المستحى ما عندهم شيء يخافوا يخجلون من عنده زين يعني حكاية توديهم وحكاية تجيبهم ايران تكفى فيهم مننا وتركيا تكفى فيهم مننا زين راتب مال موظف ما تقدر تأمنه وتحكي على هيبة الدولة يا دولة تحكون عليها والله عيب عليكم مخازي والله علي أتذكر حكاية المرحوم علي هادي الله يرحمه الله يرحمه زين أمحج على الدولة قال لو أنا من السياسيين أروح في النجف الشارع الدفوانة وأخذ الكرك من الدفوان وأحفر قبر وأطم روحي بيه زين ثاني يوم قالوا بي كورونا وقتلوه يا هيبة الدولة دولة مش خايف يستحون مصيبة. أنا أشكرك أبو طه من بغداد كان معنا. أم وسام من بغداد تفضل يا أم وسام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله أهلا وسهلا بيك. أنا ابني محتقل أصلا من 2008 نعم أحداث مواليد 93 أنا احترافاته وجوارين من الحائط على الحائط مضى على 40 احتراف عمره 13 سنة من أخذوه نعم وحكمه 25 سنة هو حدث بس على اعترافاته لو مشتكي عليه ولا أبد بس مضى على اعترافات جوارين الحائط على الحائط على 40 اعتراف نعم الحكم 25 سنة لا حول ولا قوة إلا بالله يعني الحكم أرهاب مو؟ هلو الحكم إرهاب أم وسام أربع أرهابي مضى أربع أرهاب نعم لا حول ولا قوة إلا بالله ما سويت استئناف شيء من سويت استئناف سوى 15 دعوة حكم عليها 10 قتل جوارينا جبت أم المقتول تنازل قال لك بحظه هذا القرآن هذا الطفل بريء من قتل ابني تقولي 13 سنة 13 سنة ايش يسوي يعني ما عرف لا حول ولا قوة إلا بالله مصيبة لا سنة 25 سنة ظل من حياتي نعم أحبابي نحكم 25 سنة خليت ما خليت لا قاضي لا محامين محامين شكل وأطلب منا ومنكم نسأل الله أن يفرج نسأل الله أن يفرج عن كل الأبرياء نسأل الله أن يفرج عن كل الأبرياء الله يعينكم الله والله يا أختي يعني قصصكم مؤلمة والله الله يعينكم الله يعينكم الله يفرج عن الأبرياء
أنا أشكرك أم وسام من بغداد كانت معنا. أكو اتصال أبو فاطمة من النجف، تفضل أبو فاطمة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بك. ياتي لك أخي الكريم. الله يسلمك. الأمور بالعراق الاقتصاد مية مية، كهرباء فول انترنت الرواتب، ماكو بطالة ماكو فقر، بس بقى الجرائم المعلوماتية نصوت عليه وإن شاء الله ندخل في الاتحاد الأوروبي. أحسنت. نعم أردت أقول لك ونصير مثل سويسرا. نعم. يعني أخي سبحان الله، والله شر البلية ما يضحك. نعم. يعني هذا القانون والفضفاض يعني غير ده يتكلمون عليه، يعني المحللين والخبراء يقول لك هذا غير واضح وغير محدد ويهدد الحريات، وفي يعني عقوبات تصل إلى المؤبد. يعني معقولة؟ يعني أريد نفتهم. ثم هو يقول يعني في فقرة يقول لك يعني يسجن بالمؤبد وبغرامة لا تقل كذا 25 مليون. لا المهم. نعم. كل من يعني يقصد المساس باستقلال الدولة. نعم. طيب يعني أنا أقول لك أخي يعني هؤلاء اللي موجودين المجرمين موجودين في المنطقة الخضراء، أليس هم الذين أتوا يعني على قول الأستاذ بهجة الكردي جماعة تعالوا احتلونا، أليس هم الذين أتوا على الدبابة الأمريكية؟ أليس اللي قابع في النجف أليس الذي هو قال لا تتعرضوا للقوات الاحتلال تحالف؟ هذا لم يمس الدولة؟ هؤلاء المفروض يطبق عليهم كلهم إعدام ولا واحد يسلم منهم. المالك المجرم ليس هو الذي تسبب في قتل 1700 بريء في سبايكر؟ هذه كلها أخي هذا القانون أقول لك وأبصم بالعشرة أن هذا القانون جاي من قم وطهران من إيران، لأن سمعة هؤلاء أصبحت في الحضيض، ويعني كلهم السياسيين ومراجعهم حتى في القانون يقول لك الإمساس بالرموز الدينية، لأنهم يعني الشعب الآن كشفهم، يعني الصحفيين تكميم أفواه الصحفيين والنشطاء المدنيين وغيرها وغيرها، لأن يعني ما لا يستطيعون أن يقفون بوجه المتظاهرين ولا أمام هذا الكم الهائل من الانتقادات في الانترنت. يعني أصبحوا أخي يعني والمفروض واحد منهم يدفن نفسه بالحياة. فهؤلاء لا 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 يعني لا حياء ولا أخلاق ولا أي شيء، فيستخدمون هذا إضافة. إحنا ما خلصنا من المخبر السري. نعم. السراء الآن راح يعني بكيفهم يجرون. نعم. أخي يقول تدري لك ما عندهم شغل وعمل، يقعدون على تويتر وعلى الفيس وهذا من اللي حكى. نعم. وهذا من اللي قال حتى أخي وعمر مصير. يقول لك يقال إنه يستطيع يعني يعني في برامج يستطيعون. نعم. أن يركبون لك تهمة، يقول لك لا أنت اللي قايل هذا الشيء ولا كاتبه ويجيبوا لك كذا كوبي كذا. ويخول هذا القانون الأجهزة الأمنية اختراق المواقع، يعني يصير الأمر رسمي. نعم 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 نعم, نعم هو هذا قلت لك أخي، لأن جماعة مقتدى الصدر وغير مقتدى الصدر يعني وغيرهم الباقين أيضا الميليشيات يريدوا أن يعني لا أحد يتعرض لهم ولا أحد يتكلم لهم بكلمة، يعني رغم الجرائم التي قام بها ميليشيا الجيش المهدي في النجف. نعم. وغير النجف في ساحة الصدريين وفي الحبوبي وكذا وكذا. هاي شنو هذه؟ يعني هذه لم يتكلموا عنها، قتل هاشم الهاشمي وغيره وغيره. فالأمر أخي مضحك. أو لا مع ذلك أخي عمر لا يستطيعون، والله لا يستطيعون، يعني نهايتهم قريبة، لأن الحكم أخي الحكم والتاريخ والأمم لا تبنى الدول بهذه الطريقة كما تفضلت أنت، لا كهرباء ولا ماء ولا كذا. في التاريخ اللي يقرؤون في مصر أصبح الناس يعني الشخص يأكل جيرانه، يعني هؤلاء سوف يهجمون عليهم في عشية وضحاها. هذا الأمر يعني لا يوجد عاقل في هذه السلطة، لا يوجد أبد، يظنون أنه يعني أنه مسألة وقت ثم يسكت الشارع. أبدا، العراقيين معروفين وجذور الشجرة العراقية معروفة تاريخها، لن يستطيعوا أخي عمر. نعم. أنا أشكرك أبو فاطمة من نجف كان معنا، مستمرون معكم
أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة، نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين، معنا اتصال فهد من النجف، تفضل فهد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا بك. اخوي والله ملينا من هالعمايم من القذره هذه، هي والميليشيات التابعه لها التي ارتكبت المآسي بحق كل العراقي. حتى المعاناه هذه منذ 14 عام ولحد الان هالمعاناه هذه بسبب اهل العمايم هذه. وميليشياتها ما زالت منتشره على عموم المحافظات الشماليه بالكامل، يعني حتى وصولا للحدود السوريه العراقيه هناك ميليشيات تكفيريه ظلاميه تابعه لكل هذه المراجع الفاسده المجرمه هذه. اي نعم، وهناك حتى الفتن التي يخلقونها ويلقونها على الشعب العراق، يعني كانت تجرو من قبل المراجع الفاسده هذه. والله لم يرسم اي مرجعيه من بين كل المراجع الفاسده هذه. الله بدعتي يا خل جلل مرورا بالحكومات القذره هذه، ها عبيد الاحتلال القادم، يعني كذلك متورطه بهالفتن وبهالمعاناه وبهالاعتقالات وبهالتعذيب هذه وبحق الابرياء. والسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. خلونا نقرأ رسالة واتساب، رسالة يقول فيها السلام عليكم، من أبو زين العابدين من البصرة، يقول أرجو أن تصل رسالتي هذه إلى وزارة التربية. يقول خسارة عام دراسي أهون بكثير من تعرض الطلبة لخطر الإصابة بفيروس كورونا. رسالة أخرى يقول فيها السلام عليكم دكتور عمر، أي سيادة يتحدثون عنها؟ هؤلاء لصوص سراق لقوت الشعب العراقي، التي حتى رواتب الموظفين لم يعطوها لغاية الآن. تحياتي لك. حياك الله أخي العزيز. طبعا هذا القانون المطروح للتصويت في قبة البرلمان هو طبعا أثار جدل سياسي كذلك في داخل أروقة الأحزاب السياسية والتحالفات السياسية، أثار جدل كبير وكذلك قلق شعبي لما يحتويه من فقرات عدة مفخخة كما يعني جاء في هذا التعبير، كونها تنطوي على إجراءات خطيرة، هي تسلب من حرية التعبير من المواطن، تمنح السلطة صلاحيات واسعة لإصدار عقوبات تكمم الأفواه. هذا ما يعجبها الصحفي، هذا الناشط ما يعجبها، إيه خلص أنت بحسب هذا القانون أنت تنحبس وتتغرم. طبعا خلال الجلسة الأخيرة التي عقدها البرلمان يوم أمس تم تأجيل القراءة الثانية للقانون بسبب خلاف سياسي، سيما وأن عددا من الكتل تدفع باتجاه تمريره. ووفقا لعضو في اللجنة القانونية بالبرلمان، فإن تغيير اسم القانون من الجرائم الإلكترونية إلى الجرائم المعلوماتية، فضلا عن تضمنه فقرات حرية الوصول للمعلومات ونوع المعلومات المسموح بنشرها وتعريف معنى التشهير الذي يراد له أن يكون فضفاضا واسعا، أبرز ما تمت إضافته للقانون بمسودته التي يراد التصويت عليها في البرلمان. معنا اتصال من الموصل، غانم من الموصل، تفضل غانم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. امك سعد العزيز، اهلا وسهلا. حياك الله، يا هلا بك. حياتي لك المخرج. تفضل، يا هلا بك. يعني بيتي بيام الدواعش تضرر، يعني شلون عيني؟
بيت بأيام الدواعش تضرر يعني شان يتضرر. نعم. قدمت معاملة وهذا يعني صار سنة ونص. المبلغ كله مبلغ هو 9 ملايين 4.5 أعطوني عن 4.5 ما أعرف للدولة ما أعرف. أخذوهن. وهي لحد الآن ما استلمت المبلغاني. يعني أنت استلمت 4.5 لو ما استلمت. بعد لحد الآن بس الظاهر. ها بس أعطوك الوصل 4.5 بس هو التقييم الشامل 9 ملايين. الله يرحم والديك. والديك من رحت عليهم وقلت لهم يابا ليش هذا الوصل ب 4.5 جاوبوك؟ والله ما رأيت احنا بعد قالوا احنا خلصتم ان شاء الله وجيت تستلمون المبلغ ولحد الان ما ماشي ان شاء الله. هم وقعت على شيء؟ نعم وقعت على شيء مثلا اختار انه انت استلمت الوصل لو شيء؟ كملنا يعني بصمنا كملنا بس بالاستلام هاي وش حتى اللي بنشتغل بيتنا يعني شيء ما هاي ما عندنا هذه الناس بقولوا. نعم اتمنى من الحكومه انها تضحك يعني على الناس المضرره اللي يعني احنا كنا بالمخيمات ثاني بيت ما عندنا بس جينا طبعاً يعني المخيمات كشوارع ضيقه اطفال وهاي جينا يعني سكننا بديارنا. نعم الله يعينكم. أيوة. الله يعينكم. أنا ليش سألتك على هذا الموضوع؟ لأن مو بس محافظة نينوى، المحافظات الأخرى مثل أنبار، صلاح الدين اللي تضررت أيام داعش بيوتهم مثلا، هو التقييم يطلع له خلينا نقول مثلا 30 مليون أو 20 مليون ولكن يقول له أنت لك نص تاخذ، يعني تخيل. فالظاهر هاي الجماعة دي مشوهيش يعني من الخزينة مال الدولة أنه إحنا صرفنا الفلان 10 ملايين بس يعطيك 5 والخمسة تروح بجيوبهم، هذا اللي مبين. الله يعينكم والله يفرج عنكم أخي غانم من الموصل. خلونا نقرأ بعض التغريدات تحت هاشتاج، نقرأ هنا جرائم المعلوماتية. نزار يقول قانون جرائم المعلوماتية المادة 8 رابعا نموذج عن خبث السلطة كما يقول ومقصدها الحقيقي من هذا القانون السيء جملة وتفصيلا لن نسكت. يقول أيمن يقول هو مجلس النواب هذا شنو شغلته؟ يتساءل يمثل الشعب لو يمثل بالشعب لو يمثل على الشعب. سجد الجبوري قالت الإعلامية قالت الأفكار التي تراودني الآن أمسح حسابي لو أصير عارضة وأترك السياسة فاشونيستا تعبيرها، لو أتحول بوق لو أنتظر يحكمون علي مؤبد. المهندس قال النظام السابق كان يسموه نظام الطاغية والحكم الدكتاتوري، لعد نظام ما بعد عام 2003 شي سموه علج أبو السهم كما يقول. نعم إذن مثل ما سمعنا إلى النائبة عن تيار الصدري ماجد التميمي تقول هذا القانون يعيد هيبة الدولة بينما هو في مجمله يحد ويحارب حرية التعبير للشباب العراقي للصحفيين للناشطين على منصات التواصل الاجتماعي. أما إذا كانت محاربة والحد من الجرائم الإلكترونية الابتزاز فهذا أمر يعني لا يرفضه أي إنسان سوي وأي إنسان عاقل. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.